السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل افضل 5 اغلفه او بنرات لقنوات يوتيوب الالعاب، يعني اغلفه بنرات جيمنج العاب جدا احترافيه. فراح بستعرض لكم، فقبل ما استعرض لكم هذه الاغلفه، طريقه التحميل جدا سهل. افتح الوصف بتحصل رابط التدوين الخاص بي، كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوينه. بعد ما تدخل على رابط التدوينه تنزل لتحت بتحصل الاغلفه من 1 ل 5، الناس بيشوف 1 الى 5. فطريقه التحميل جدا سهل، بس تضغط على الرابط. بعد ما تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع ميديا فايف، تضغط على الداونلود بيفتح لك صفحه ثانيه، تضغط على الداونلود مره ثانيه فيبدا تحميل الغلاف مباشره على الجهاز. بعد التحميل هذا هو الغلاف الاول، شوفوا كيف غلاف جدا احترافي، غلاف كول اوف ديوتي جدا احترافيه. الحين نروح للغلاف الثاني، هذا هو الغلاف الثاني، ما اعرف هذا اي غلاف اي لعبه بس جدا احترافيه. الحين نروح للغلاف الثالث، هذا هو الغلاف الثالث جدا احترافية، تقدر تضيف انستغرامك هني، فيسبوك، ماسنجر هني، اوكي جدا احترافية. غلاف بدون اسم، هذا غلاف فورتنايت جدا احترافي جاهزة، بس تقدر تعدل عليها، تضيف اسمك مثلا هني في الوسط وتعدل عليها، ما يحتاج تعديل، تقدر تضيفها مباشرة في قناتك. هذا الغلاف الرابع. الحين نروح للغلاف الخامس والاخير، نفس هذا هو غلاف فورتنايت ايضا، اوكي. بس هذا هو اغلفه يوتيوب جدا احترافيه، انصحك بتحميل هذا الاغلفه واضافتها لقناتك في اليوتيوب حتى تجذب المشاهدين او تجذب المشتركين. بس هذا هو افضل 5 اغلفه، انصحك انك تحمل اي غلاف تريد وتضيفه لقناتك. وبس، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.